How are you? I am Mrs. Asma. Welcome to my YouTube channel. In this video, to grade 1, connect unit 1, part 1, my school bag. Let's start. My school bag. What is this? It's a pencil. What's this? It's a pencil case. تعال نشوف كده my school bag يعني شنطة المدرسة. يوسف بيسأل زميلته بيقولها what is this أو what's this. ردت عليه قالت له it's a pencil ده قلم رصاص. بعد كده جت أميرة سألت زميلتها قالت لها what is this قالت لها it's a pencil case دي إيه مقلمة. نيجي للجزء اللي هنا ده وهو الفوكابلوري الكلمات. أول كلمة عندي اسمها school مش school 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 يعني مدرسة. ردد ورايا school school excellent school يبقى مدرسة يعني ايه excellent school. تعالوا نشوف بقى اللي انا بروح بيها المدرسة وبشيل فيها ادواتي. يا ترى شنطة اسمها ايه؟ هو هنا قايلك ان شنطة اسمها bag انما شنطة الظهر ليها اسم محدد اسمها backpack backpack. هنا هو بيقول لك ان هي باج عشان يسهل عليك الدنيا شويه بي اي جي باج بي اي جي باج باج. تعال نشوف القلم الجاف. انتوا ممكن ما تستخدموهوش بس الكبار بيستخدموه او ممكن بعض اصحابنا بيستخدموه في البيت مع ماما. القلم الجاف اسمه pen pen. repeat after me كرر ورايا pen P-E-N pen P-E-N pen P-E-N pen P-E-N pen. القلم الرصاص وده صاحبنا ومعانا على طول وده اللي بنستخدمه اسمه pencil. كلمة pen زودت لها cell بقى اسمها pencil pencil قلم رصاص pencil P-E-N-C-I-L P-E-N-C-I-L pencil P-E-N-C-I-L pencil. طب اللي انا بشيل فيها ادواتي بقى اسمها ايه؟ pencil وهزود عليها كلمة case يعني حقيبة او شنطة يعني على بعضها اسمها مقلمة. هقول pencil case. انت حفظت pencil احفظ معايا case. السي استهبلت وعملت نفسها كي فقلت سي اي اس اي والاي اسمها ماجيك اي او سايلنت اي يعني مش بنطقها بقول كيس كيس بنسل كيس. المسطره اسمها هقولها لك بالراحه رولر 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 والرولر معناها مسطره رولر. هقسمها على two syllables على مقطعين رو ار يو لار ال اي ار ار يو ال اي ار ار يو ال اي ار رولر رولر. الجميله دي بقى اللي بتخلي لي القلم بتاعي سنه جميل جدا وخطي حلو اسمها شارب يعني حاد. شاربنر معناها بريه عشان بتخلي القلم سنه حاد شويه اسمها شاربنر شاربنر شاربنر. اول حاجه شار الاس اتش نطقت ش اي ار وكلمه بن وزودت لها اي ار شاربنر شاربنر شاربنر. بعد كده لو هشاور على حاجه قريبه مني فاقول this is this is. لو حاجه قريبه مني ومفرد هقول this is this is the This is بص the this 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 ولو هزود لها الايز هتبقى this is this هذا او هذه للمفرد الايه القريب. تعالى هنا نشوف what is this. ردت عليها قالت لها it's my bag. what is this قالت لها it's my school bag. عندي school
يلا بينا بقى نحل دي مع بعض. What is this؟ قالت لها It's a اللي عندنا ده قلم جاف. قلم جاف يعني ايه؟ برافو عليك. Pen. It's a pen. بعد كده What is this؟ ودي مدرسة. هقول ايه؟ Excellent. It's a school. وممكن نقول This is a school. الاتنين صح. What is this؟ It's a pencil. برافو عليك. وهنشرحها ونكتبها مع بعض في البث المباشر ان شاء الله كل يوم 4:10 مساء. تعالى كده نبص كده على ادوات المدرسة. عندي bag, pen, sharpener, ruler, pencil, pencil case. تعالى نوصل بقى كل حاجة بجزء بتاعها. يلا بينا. اول حاجة البنسل هوصلها بأني صورة. شاطر برافو. بعد كده البنسل كيس اكسلنت. بوك اكسلنت. البن برافو. وبكده يكون انتهى الفيديو المهاري بتاعنا. مستنياكم يوم الاربعاء 10:00 مساء من بس اونلاين ان شاء الله بس مباشر. نشرح فيه الجرامر ونحفظ فيه الكلمات مع بعض بطريقه سهله مع صاحبنا الجديد خرشد. نحفظ معاه الكلمات ونشغل المهارات مع ميس اسماء. ان شاء الله انت في تفوق. ما تنسوش تسالوا على المنهج والتاسيس الخاص على الزوم من خلال الواتساب او البيج اسماء عرابي. هو عبارة عن ان احنا ندرس منهج وفي نفس الوقت هناخد كورس تأسيس. يعني مش منهج بس, منهج وتأسيس, لان الانجليش لغة مش مادة. شكرا لكم ودمتم بخير. ما تنسوش الاشتراك في القناة وشير لكل ام عندها طفل في الصف الاول الابتدائي. شكرا لكم ودمتم بخير.